حكومة مؤسسة دستورية لها اختصاصات لها إجراءات دستورية، محدش يقدر يقرب من الموضوع ده. مجلسي النواب والشيوخ مؤسسات دستورية كل واحد ليه اختصاص، السيد رئيس الجمهورية اختصاصه معروف. فاللي أنا عاوز أقوله أن الحوار الوطني يعلم أين يقف تماما، وبالتالي لا تداخل مع أي مؤسسة، إنما هو تكامل وتعاون. طيب المجموعات المشاركة في قلب ولب هذا الحوار ما بين أحزاب، شخصيات عامة، سياسيين، حقوق، إلخ إلخ إلخ، هل الكل مستوعب أنه الحوار ليس مؤسسة وإنما هو حالة حوارية للإصلاح السياسي والوصول إلى المشتركات واتساع رقعة المشترك، ولا أنه لازالت الحالة فيها شيء من الضبابية ولو عند البعض؟ لا خالص، بالعكس، يعني فترة التحضير المعقولة من وجهة نظرنا كشفت عن المعاني دي بوضوح. أوضحنا أكتر من مرة أن الحوار ليس مؤسسة. الحوار ممكن يبقى ليه أجهزة، الحوار مبادرة رئاسية، صحيح، تمام كده، ومبادرة رئاسية بتتنفذ على الأرض زي مبادرات كتير. هذه المبادرة يعني لها أجهزة، والأجهزة دي يعني لها مهمة، بمجرد ما تنتهي هذه المهمة خلاص. أي حوار في الدنيا بيمر بثلاث مراحل أساسية في التجارب المقارنة، وإحنا لما بدأنا يعني كلفنا بمسألة الحوار دي اشتغلنا عليها شوية، فشفنا بعض التجارب المقارنة.